استمرار لجهود البناء والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق شرم الشيخ. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يكلف الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. لا فائز ولا مهزوم، الديمقراطيون يحطون رحالهم في مجلس النواب والجمهوريون يمتلكون مفاتيح مجلس الشيوخ، وفلسطينية ولاجئة إفريقية تطلان في الكونغرس الأمريكي. السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا، نشرة الخامسة بتوقيت القاهرة من قناة تين، أهلا بكم. وإلى التفاصيل، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأعمال الإنشائية لطريق النفق شرم الشيخ. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، موضحا أن الطريق بطول 342 كيلومترا باتجاهين، وكل اتجاه يحتوي على عدد 3 حارات مرورية. وصلت القوات المشاركة في تدريبات درع العرب واحد تنفيذ مهامها بمشاركة عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن. وعلى هامش التدريبات، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد مركز القيادة المشترك بالتدريب، والذي تدار من خلاله كافة الأنشطة المخططة. التدريب المشترك درع العرب واحد بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة 6 دول عربية. هدف واحد لوطن واحد. تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات المشاركة في تدريبات درع العرب واحد بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث قام بالمرور على مركز القيادة المشترك بالتدريب، والذي يدار من خلاله كافة الأنشطة البرية والبحرية والجوية المخططة وأعمال التنسيق والسيطرة على القوات. كما تابع رئيس الأركان مراحل التدريب المسبق، والتي تضمنت تنفيذ رمايات فردية بالذخيرة الحية، والتي تظهر الكفاءة القتالية التي تتمتع بها القوات، بالإضافة إلى الرماية غير النمطية للقوات الخاصة المشاركة بالتدريب، والتي تم التدريب من خلالها على كيفية التعامل مع الأهداف المفاجئة والتصرف في المواقف الطارئة. ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقوات الدول العربية المشاركة، مرحبا بهم على أرض بلدهم الثاني مصر. وناقش الفريق محمد فريد القوات في أسلوب تنفيذ المهام، مشددا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب لمختلف القوات والأسلحة المشاركة، مشيدا بالأداء المتميز ومدى التنسيق والتعاون بين مختلف القوات لتنفيذ كافة الأنشطة بدقة وكفاءة عالية. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. التدريب المشترك درع العرب واحد. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، بنرحب بك في البداية سيادة اللواء. أهلا أستاذ عبد الرحمن والسادة المشاهدين. أهلا بسيادتك، يعني بداية تقييمك لأهمية هذه التدريبات العسكرية وما تحمله من رسائل وأهداف. طبعا
المناورة أضخم مناورة عربية وهي درع العرب واحد، تعتبر إن دي أول مرة تكون وتنفذ على أرض مصر في قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا. نعم. التدريب بيأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها قواتنا المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة. أول مرة ينفذ على أرض مصر، بيتكون من 8 دول، عناصر من قوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة. شو بقى حضرتك لدول مين؟ لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وكل من المغرب ولبنان بصفة مراقب. طبعا بتؤدي، والهدف من تلك المناورة العربية هو دعم العلاقات في المجال العسكري، أيضا بناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة. وعايز أقول أننا أعتقد أن المناورة درع العرب واحد إن شاء الله سوف تكون باكورة للقوة العربية المشتركة، هذه القوة التي تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، بتحمي الأمن القومي العربي، لأن القادة والزعماء والشعوب عرفوا ما هي التحديات التي تجابه الدول كلها بدون استثناء، وبالتالي لن يحمي العرب إلا العرب. أنا شايف أن في يعني مسرح العمليات هو قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب المشترك البحري والجوي في البحر المتوسط، وأيضا بيكون هناك أهداف من هذه المناورات. أول حاجة تبادل الخبرات القتالية بين الدول الثمانية، وأيضا صقل المهارات للقادة والضباط في كيفية تنفيذ عملية مشتركة. أنا شايف العدو بيكون عدو غير نمطي، وعندما تفقد السيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة زار أول حاجة هو مركز القيادة المشترك للتدريب، لأنه في هذا المركز بيتم السيطرة على كل القوات ومعرفة الخطط التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 3 إلى 16 من هذا الشهر اللي هو شهر نوفمبر. نعم. وأيضا بيتم يعني التركيز على مواجهة التحديات ودعم جهود الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية، اللي احنا نعرف أن هناك تحديات كبيرة بتجابه الدول العربية. نعم، بالتأكيد سيادة اللواء، دلالات مهمة لمشاركة هذه الدول العربية في تدريب عسكري واحد في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. سيادة اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، شكرا جزيلا لك. أشاد رئيس الوزراء بالنجاحات والمردودات الإيجابية لمنتدى شباب العالم، مؤكدا اهتمام الدولة بالشباب والعمل على صقل خبراتهم من خلال إشراكهم في البرامج التدريبية والتأهيلية. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، استعرض الاجتماع تكليفات الرئيس السيسي التي جاءت في ختام منتدى شباب العالم، حيث كلف رئيس الوزراء باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، موجها بتشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عيسى مرشد، مسؤول ملف مجلس الوزراء بأخبار اليوم. بنرحب بك في البداية أستاذ عيسى. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك يا فندم. يعني اجتماع الحكومة اليوم تضمن ومناقشة ملفات عدة، أبرزها التأكيد على توجيهات السيد الرئيس السيسي بختام منتدى شباب العالم ووضعها محل التنفيذ. كيف قرأتم توصيات اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم وأهم ما خرج به؟ هو اجتماع الحكومة النهاردة الأسبوعي شاهد العديد من مناقشة العديد من الملفات ومناقشة العديد من مشروعات القوانين، ولكن دعني أبدأ بتوجيه مهم جدا أن رئيس الوزراء أكد على اهتمام الحكومة بتنفيذ توصيات ومقررات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وتم تفعيل هذا الأمر بدليل تم تشكيل لجنة عشان تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وده بيعتبر نوع مهم جدا من المشاركة الإيجابية في المجتمع، وهذا بينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عملية التنمية المتكاملة.
على جانب آخر المجلس ناقش النهاردة الإجراءات الخاصة لتفعيل هذه التوصيات ووضع حيز التنفيذ، ورئيس الوزراء قال أن توصيات المؤتمر وتكليفات الرئيس السيسي تصدرت الأولوية في الاجتماع الأسبوعي، وقال أن كل مؤسسات الدولة بتعمل في هذا الإطار، بدليل أن هناك توجه جديد بالنسبة للاستفادة من هذه القرارات في دعم العمل التنموي في مصر ومشاركة العالم في كل الخطوات، لأن هؤلاء جميعا أصبحوا سفراء لمصر. الخمس آلاف شاب وفتاة اللي شاركوا في هذا المنتدى هم أصبحوا سفراء لمصر لمشروعات التنمية والسياحة والاستثمار. على جانب آخر رئيس الوزراء عرض نتائج الزيارة الأندية مؤخرا للصين والنجاحات التي تحققت من هذه الزيارة ومشاركة الشركات المصرية في هذا المعرض الأول في الصين، وافتتاح الرئيس الصيني للمعرض المصري يؤكد ثقة التعاون ما بين مصر والصين في كل المجالات. على جانب آخر اتخذ المجلس مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتها تيسيرات جديدة بالنسبة لتعديل قانون النظافة العامة وقانون الثروة المعدنية، بالإضافة لكده تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي الخاصة بالمشروعات المختلفة، وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، وأكد أن الإيجابية بتعكس جهود الحكومة لتحقيق. نعم أستاذ عيسى، يعني احنا بنشكرك على كل هذه التفاصيل. الأستاذ عيسى مرشد مسؤول ملف مجلس الوزراء بأخبار اليوم، بنشكرك شكرا جزيلا. صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بسماع صوت انفجار في منطقة تابعة لقسم شرطة ثاني المحلة، وأوضح فحص قوات الحماية المدنية وقوع انفجار بمحل بقالة ومأكولات بالطابق الأرضي بمنزل مشيد من طابقين نتيجة لتسرب الغاز من إحدى الاسطوانات دون وقوع إصابات، ما أسفر عن انهيار جدار فاصل بين المحلين ومكتبة مجاورة. أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال جولتها بالمركز القومي للدم في العباسية توفير الدعم الفني والمالي لتطوير جميع مراكز نقل الدم على مستوى الجمهورية مع تطوير خدماتها، مشيرة إلى أنه خلال شهر يناير القادم سيتم الانتهاء من تطوير ثلاث بنوك للدم، مؤكدة على دعم القيادة السياسية لمشروع تصنيع وتجميع البلازما ومن ثم الاعتماد عليها محليا. عادة التبرع بالدم لم تفارق هذا الرجل الأربعيني منذ أول مرة وطأت قدماه المركز القومي للتبرع بالدم في العجوزة. هو الموضوع بدأ من حوالي بتاع 12 سنة تقريبا، احتاجنا يعني لدم وفعلا تعبنا على ما تحصلنا عليه يعني. فقلت خلاص قلت أبدأ بنفسي وأبدأ أتبرع. المركز القومي للتبرع بالدم في العجوزة والمركز الإقليمي لنقل الدم في العباسية كان مقصدا لجولة تفقدية قامت بها وزيرة الصحة في إطار مرحلة التقييم لقدرتنا على تجميع البلازما، وده بتوجهات القيادة السياسية احنا بنشوف قدرتنا على تجميع البلازما علشان نخش في مرحلة التصنيع ان شاء الله. احنا بنقيم المراكز ومعنا خبراء جم من فرنسا وقيموا معنا وخدوا قرارات، احنا جايين نشوف زملائنا هنا تنفيذ القرارات دي هتكون ازاي. كيس الدم يخضع إلى عدة مراحل تضمن صلاحيته للاستخدام، بداية من مرحلة التبرع حتى يصل إلى المريض في شكله النهائي. بيحصل بقى ريليز للأكياس بعد ما بنفصلها، بنستنى نتيجة التحاليل بتاعتها، وبعد ما بيتم بنستلم نتيجة التحاليل بنبدأ نصرف الأكياس الفري للصرف عشان يتم صرفها للمرضى، والأكياس اللي بيبقى فيها مشكلة بتبقى بوزيتيف بيتم إعدامها. مراكز خدمة نقل الدم القومية هي 28 مركز على مستوى الجمهورية بواقع مركز في كل محافظة ما عدا القاهرة، فيها مركزين. المراكز احنا بنسعى إلى الاعتماد الدولي دايما ومطابقة المعايير الدولية. تطوير مستمر لمراكز التبرع بالدم، أحدث الأجهزة يتم استخدامها عدا عن أساليب تدريب تراعي أعلى معايير الجودة. تطوير مراكز التبرع بالدم يأتي ضمن خطة حكومية وضعتها الدولة لإيصال كيس دم نظيف وآمن إلى كل مريض مستحق في جميع أنحاء الجمهورية. إسلام غنيم، تان تي في. وينضم إلينا هاتفيا الدكتورة لمياء يحيى نائب مدير خدمات نقل الدم لشؤون تصنيع المشتقات بوزارة الصحة. بنرحب بك دكتورة.
أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، يعني أطلعينا على تفاصيل أكثر عن مشروع تصنيع البلازما والجدول الزمني لإتمامه. طبعا احنا المطلوب منا إن شاء الله إن احنا نجمع خلال سنة حوالي 300 ألف لتر بلازما. الفترة بالضبط مجرد ما نبدأ، يعني هي الفكرة بس إن احنا نبدأ نحط الخطوات الرئيسية عشان نبدأ المشروع، وانس إن احنا بدأنا إن شاء الله هيبقى لازم نجمع 300 ألف لتر دول في سنة. نعم. ده بيستدعي حاجات كتيرة جدا، أهمها طبعا اختيار المتبرع، لأن لازم المتبرع يكون متبرع دائم، بمعنى أنه هيتبرع تقريبا بمعدل مرتين في الشهر. لازم يتعملوا الفحوصات السيرولوجية للهيباتيتس بي، التهاب الكبد الوبائي البي والسي، وللإتش آي في الإيدز وللزهري. لازم يتعملوا في كل مرة هو هيتبرع بيهم عشان نتأكد أنه هو خالي تماما من الأمراض وما فيش أي مشاكل خالص عنده. وطبعا احنا ماشيين على سلكشن كرايتيريا في خدمات نقل الدم القوميه عموما، اختيار المتبرع، كيفيه اختيار المتبرع بحيث ان هو يكون ما عندوش اي مشاكل. دكتوره لمياء يحيى، نائب مدير خدمات نقل الدم لشؤون الجوده بوزاره الصحه، بنشكرك شكرا جزيلا. تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ منشآت الجامعة والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، مشيدا بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة وفقا لأفضل المواصفات. قامت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بزيارة لمسجد الصحابة وكنيسة السمائيين بشرم الشيخ بصحبة عدد من المصريين بالخارج والمشاركين بالنسخة الثانية من منتدى شباب العالم، حيث أكدت الوزيرة على أهمية تلك الزيارة وما تحمله هذه المعالم الدينية من رسائل هامة للعالم أجمع. ومن جانبه أكد نيافة الأنبا أبولو أن مصر عصية على أي إرهاب، وأن أي محاولة لشق الصف لن تزيد أبنائه إلا قوة. أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والكويت تمثل أساسا راسخا للعلاقات القائمة على الأخوة ورعاية المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1,740,000,000 دولار خلال عام 2017. ولفت الوزير في كلمة ألقاها خلال فعاليات ملتقى التعاون المصري الكويتي المنعقد بدولة الكويت تحت عنوان شركاء أشقاء برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، إلى أن دولة الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية. نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات جماهيرية على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، وعلى رأسها تنظيم لتكريم بالمطرية ل 406 طلاب من بينهم 209 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع هدايا عينية عليهم. كما نظمت أمانة الحزب في الإسكندرية عدة منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في حي العامرية. ومن المقرر أن ينظم اليوم الحزب احتفالية لتجهيز عدد 50 شابا وفتاة في محافظة الغربية. أصيب 20 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، أجلت مدرسة جنوبية نابلس الطلاب عقب اقتحامها من قبل مستوطنين مسلحين واندلاع مواجهات بينهم وبين الطلبة، مؤكدة إصابة طالب بالرصاص الحي. صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 640 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو المقامة على أراضي بلدة شعفاط شمالي القدس. ومن جانبها أدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة إسرائيل على بناء الوحدات الاستيطانية، وأضافت في بيان لها أن تلك الوحدات وغيرها يؤدي إلى تدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
أحبط الجيش السوري محاولة تسلل مجموعات إرهابية إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بين الإرهابيين وإجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المناطق التي انطلقوا منها. كما قصفت مدفعية الجيش مرابض صواريخ للمجموعات الإرهابية في قرية خربة الناقوس ردا على استهدافها محور المشاريع في سهل الغاب بعدد من القذائف الصاروخية مساء أمس. تمكنت القوات اليمنية من التوغل في شارع صنعاء في مدينة الحديدة لأول مرة إثر انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي وهروب عناصر حوثية إلى مناطق بشمال المدينة الساحلية. يأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق إنجازات وسط اليمن على محوري الضالع والبيضاء وسط تقهقر للميليشيات الحوثية. وفي الساعات القليلة الماضية قتل أكثر من 35 حوثيا في مواجهات مع القوات المشتركة وغارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة. أعلن الجيش العراقي العثور على رفات أكثر من 30 شخصا من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي ضمن مقبرة جماعية اكتشفت شمال غربي الموصل. وأكد النقيب كريم العبيدي أنه تم التعرف على عدد من الضحايا وهم مرشحون سابقون للانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014، حيث تم اختطافهم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرته على الموصل قبل 4 أعوام. حافظ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما انتزع الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي لغرفتي الكونغرس. يأتي هذا فيما أصبحت رشيدة طليب أول أمريكية من أصول فلسطينية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي بعد فوزها في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي في مدينة ديترويت. من أصول فلسطينية جاءت ولعدم وجود منافس لها في مدينة ديترويت الأمريكية فازت رشيدة طليب، تدخل التاريخ على مقعد بمجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في انتخابات تجديد نصفي للكونغرس، لتصبح واحدة من 3 سيدات عربيات دخلن المجلس. هنا رشيدة طليب وإلهان عمر ودونا شلالة. رياح فوز طليب ربما جاءت عكس ما تشتهيه سفن الإدارة الأمريكية التي تحاول التخلص من كل ما يذكرها بالصراع الفلسطيني مع حليفتها الصغرى إسرائيل. رشيدة طليب التي دخلت معترك الحياة السياسية الأمريكية عام 2008 عندما تمكنت من الفوز بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان الأمريكية، أضحت أول امرأة مسلمة تخدم في المجلس التشريعي في ميشيغان والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل أيام من فوزها صرحت طليب بأنها ترفض الدعم المالي العسكري الأمريكي إلى إسرائيل، مشددة على نيتها التصويت ضد أي مشروع قانون يخص الدعم العسكري لإسرائيل، اعتراضا على ما وصفته بالإجحاف الذي يخلقه هذا الدعم والذي يخل بموازين القوى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ورغم أنه من المؤكد أن يعكر وجود حفيدة شهداء بيت حنين شرق القدس المحتلة صفو المياه بين إسرائيل وأمريكا، إلا أن تأثيرها لا يمكن حصر حجمه حاليا لعدم وضوح الرؤية حول أجندتها السياسية خلال الفترة المقبلة. طليب تقارن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحركة الحقوق المدنية في مدينة ديترويت التي تنتمي لها، معتبرة أن أوجه الشبه كثيرة ومؤكدة أن الأطراف لا تهمها وأن وجودها هدفه ضمان حق الازدهار لكل شخص يستحق ذلك. السياسية المخدرمة التي قاطعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطابه في حملته الانتخابية عام 2016 منتقدة تأثير المال على السياسة، هل ستستطيع مقاطعته مرة أخرى ووقف قراراته بتهويد القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى تل أبيب وتقليص دعمه للاحتلال الإسرائيلي؟ أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيجتمعان على غداء عمل سريع في قصر الإليزيه في باريس الأحد المقبل، وذلك على هامش مشاركتهما في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، على أن يحضر أيضا أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة. وأوضح المساعد بالكرملين يوري أوشاكوف أنه من المتوقع أن يجتمع بوتين وترامب لفترة أطول لإجراء محادثات
أكثر شمولا خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بنهاية الشهر الجاري. حذر رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بوروتينكوف من أن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين قد يندمجان في تنظيم واحد، وأكد أنه في الدورة 17 لرؤساء أجهزة الاستخبارات والوكالات الأمنية أن روسيا ترى اندماجا تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين خطوة خطيرة قد ينجم عنها عواقب وخيمة، منوها بأن هناك عددا من الدلائل التي تشير إلى اندماج محتمل. اعتقلت الشرطة الفرنسية امرأة في مستشفى دونكريك شمالي البلاد بعد أن هددت بتفجير قنبلة في المكان وأثرت حالة من الفزع. وذكرت الشرطة في بيان أن المرأة أطلقت تهديدها بعد دخول وحدة الطوارئ بالمستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقا قضائيا لكشف الملابسات المحيطة بالتهديد. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع رئيس شركة أكسون موبيل العالمية برايان ميلتون لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشار الملا أن قطاع البترول ماض في تنفيذ أهداف استراتيجية الطموح، ويأتي على رأسها تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ومن جانبه أبدى رئيس شركة أكسون موبيل الرغبة القوية للشركة في زيادة التعاون والتوسع في أنشطة في مصر. يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة الإيطالية الإنجليزية الليلة في 10 مساء بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار مباريات الجولة 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويسعى الفريق الإيطالي لاستمرار نتائجه الإيجابية هذا الموسم والتأهل لثمن نهائي البطولة حال فوزه على ضيفه الإنجليزي. ونبقى مع دوري الأبطال، حيث يخوض الليلة المدير الفني المؤقت لريال مدريد الإسباني سانتياغو سولاري أول مباراة أوروبية مع الملكي ضد فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن منافسات الجولة 4 لدور المجموعات. ويسعى المدرب الأرجنتيني لتحقيق ثالث فوز له على التوالي منذ تولي القيادة الفنية للفريق الملكي. مشاهدينا، في ختام هذه النشرة نذكر بأهم العناوين. استمرارا لجهود البناء والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق شرم الشيخ. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يكلف الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. لا فائز ولا مهزوم، الديمقراطيون يحطون رحالهم في مجلس النواب والجمهوريون يمتلكون مفاتيح مجلس الشيوخ، وفلسطينية ولاجئة إفريقية تطلان في الكونغرس الأمريكي. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، قدمناها لكم من قناة تن. إلى اللقاء.